جاهزين تو باش نشوفوا كيما قلت مع بعضنا النجم أنا من جمعية شباب متطوع بالجسرية. جمعية شباب متطوع هي جمعية تخدم على الإدماج الشبابي في الحياة العامة، تخدم على التسكي هو عنده علاقة بالاقتصاد التضامن الاجتماعي، تخدم زيادة على الصغار على مكافحة ومقاومة التطرف العنيف. اليوم في إطار مشروعنا أولمبيا، المشروع اللي يخدم على 9 مؤسسات تربوية. المؤسسات التربوية هي مؤسسات موجودة لهنا في الجسرية، ضم التظاهرة مجموعة من التلامذة في المؤسسات هذه. خدمنا معهم على طيلة عام كامل من أكتوبر اللي فات باش نحضروا التظاهرة هذه تحت شعار الأولمبياد باريس 2024 تنطلق من القصرين لهنا. حبينا نعملوا التظاهرة هذه، حبينا نلموا صغار الروما، حبينا نخلقوا الجو متاع الألعاب الأولمبية للتعريف بالرياضة، للتعريف زيادة بالقيمة متاع الرياضة عند الصغار اللي حتى كانت فصل الدورات التكوينية اللي صارت لهم كانت فما نوع ما من reinforcement capacity خاصة على المواطنة وعلى علاقة الرياضة بتكوين جيل يكون فاعل ويكون جيل انتجري فصل المجتمع ككل، ويكون جيل زيادة بطبيعته يبدأ فاعل وخاصة يبدأ متطوع وانتريسي بالعمل التطوعي. المشاركين اليوم حوالي 90 تلميذ نشوفوا من الابتدائي ومن الاعدادي اليوم يشاركوا. هو اليوم موجود حوالي 90 تلميذ من المدارس الاعدادية ومن المدارس الثانوية، خاطر في الاختيار كنا حبينا نخلطوا ما بين المدارس الاعدادية والمدارس الثانوية. معدل الاعمار قريب لبعضه، ثم معنا اليوم 90 تلميذ، بريسك معنا 48 انثى والباقي ذكور. الجو اللي باش معناها اليوم شنو باش يقع بالضبط؟ اليوم باش فما الكلوتير نتاع البروجي، هو الاختتام نتاع البروجي هذا باش تكون فما شكل دي كومبيتيسيون ما بين ليكيبات في كل ليسي. الفائز اكيد باش يكون متوج بالالعاب ولا بالاختتام في اختتام المشروع هذا. ومن بعد اكيد مانيش باش نناقشوا لهنا مع خاصه من ناحيه الاهداف نتاع المشروع، باش تكون فما الديرابيليتي والاستمراريه انه الوليدات هذوما بالرسمي باش يكون كل عام واحد يحاول انه يضيف لهم حاجه خاصه في المعاهد في المعتمديات اللي بعيده على القسم. الفرق اليوم شنو باش تقبل؟ احنا اليوم عندنا العاب قوى وعندنا زاد ميني فوتبول باش يلعبوا فيه لهنا، خاطر كل ليسي عنده ايكيب نتاع كوره وايكيب نتاع العاب قوى. فما زاد معنا جمعيات صديقه اللي باش تكون خاصه في التيكواندو، باش يكون فما استعراض على التيكواندو، يكون فما استعراض في الكاراتيه، استعراض في البوكس. زاد هذوما جمعيات ينشطوا لهنا في القصرين وينشطوا بصفه استمراريه ويعطيهم الصحه، خاطر عاونونا برشا ولبوا الدعوه باش يكونوا موجودين معنا وياثروا لنا النهار هذا. تعتبر الدوره الاولى هذه وماهيش باش تقف على الدوره هذه فقط، هي الدورة فما برامج أخرى وفما معناها تشريك أكبر عدد من الفرق وأكبر عدد من التلامذة. وماذا بينا احنا كجمعية نغطوا 13 المعتمدية موجودة في القصرين اللي هنا. بالطبيعة الدورة الأولى إن شاء الله تكون إني دورة ناجحة، إن شاء الله تتعدى الكل خاصة بكنف الروح الرياضية اللي موجودة بين الصغار، خاطر هذاك نحن الهدف نتاعنا أن نزرعوا فيهم الروح الرياضية من الأول. بالطبيعة الحال ما هيش باش تقف في دورة واحدة. نحن اليوم في القصرين خلقنا أنه الالعاب الاولمبيه اللي نسمعوا بها على مستوى عالمي كل اليوم نشوفوها في القصرين وتنطلق من القصرين حتى قبل ما تنطلق في باريس سنه 2024. اليوم هذه فرصه للصغار، فرصه للمعاهد، موجودين صغار اللي مشاركين زاد موجودين فما باش يكون فما جمهور موجود من نفس المعاهد هذيك. هذه ما يخلينا كجمعيه كان ان نزيدوا ونبنوا انه يوقع تشريك عديد المعاهد الاخرى. سامي تليلي
جيم فولونتير بالطبيعة اليوم اليوم بالطبيعة الجورني فينال متاع الألعاب الأولمبية تنطلق من القصرين. خدمنا تقريبا على مدار سنة دراسية كاملة، خدمنا مع 8 بين معاهد أعداديات اليوم تكونوا موجودين هنا. كل لي كومبيتيون اللي خدمنا عليهم على مدار السنة هما القفز وجري السرعة وكيف كيف الفوتبول اللي خدمنا عليه تقريبا طيلة موسم باش يكون اليوم في الجورنيه هذايا. ان شاء الله تكون جورنيه ناجحه. بالطبيعه نحن بخلاف السبور اللي خدمنا عليه، خدمنا على المواطنه، خدمنا على كيفاش نعلموا الصغيرات في ستريت جروب، كيفاش يكونوا سوليدير مع بعضهم. هذا بالطبيعه هدف اخر من اهداف جمعيه جيم فولونتير اللي تخدم عليه عام كامل. ان شاء الله اليوم بس نشوفوا فوتبول سو فيتيس. وعنا جمعيات اليوم جايين باش يعملونا استعراض. الجمعيات هذوما النجم الرياضي بالقصرين للملاكمة النسائية، وأمجد سبور للتايكواندو، وجمعية كوتش عبد الوهاب العرباني اللي باش يخدمونا شوي من أنواع الفنون القتالية. هذا هو إن شاء الله باش نشوفوه اليوم في تظاهرة الألعاب الأولمبية تنطلق من القصرين.